بسرعه شويه عشان لازم كل حاجه تخلص النهارده. وشوفوا بقى لما الجناح بتاع نازلي هانم والجناح بتاع مراد بيه يتفتحوا على بعض، هيبقوا عاملين زي ما يكونوا شقه صغيره في وسط الاوتيل. اصل نازلي هانم يا حبيبتي فرجتني الالوان اللي عايزه تلون بيها الحيطان مع الالوان بتاعت الفرش اللي هي نقتها، حلوين قوي مع بعض وهادي كده وذوقها حلو قوي. وانت كمان وحشتني قوي. لا انا كويسه. لا خلاص مفيش كويس. المهم طمني باباك عامل ايه دلوقتي؟ طب كويس الحمد لله. انا كويسه والله يا احسان. لا خليك معاهم، هم محتاجين لك اكتر مني. متبقاش تزعل مني بقى لما تلاقيني ناسيه كل الحروف اللي انت علمتها لي. انا بقيت اروح استناك وانت اللي ما بتجيش. معلش يا فاطمه اليومين دول الراحه قليله ومفيش وقت خالص. طب ما انا الراحه عندي ممنوع بس بتصرف. طب يا ستي وانا ما بعرفش اتصرف زيك. طيب انا هقوم بقى، ممكن ست سكينه تيجي. انا جايه معاكي، لازم اطلع احط الفرش الجديد في اوضه العرايس. خلاص كده هتتقفل ومش هتتفتح تاني لحد ما يوصلوا بالسلامه. واخد ده كمان. ما هو الفرح ما يبقاش فرح من غير وجود حضرتك يا باشا. جناحك المفضل محجوز باسمك وهستناك. طب انا دلوقتي غيران وعايز ابقى عريس انا كمان. احنا مستنيين ايه يا ولد؟ يلا نروح اللوكاندا احسن، احنا اتاخرنا قوي، احسن ياخدوا بالهم ان احنا مع بعض. نازلي كبرت يا ادهم وبقت عروسه زي القمر. اليوم اللي انت عايشه تحلم بيه قرب اهو. كان نفسي اكون موجوده معاها وهي بتجيب شوارها. بس هقول لك ايه بقى، ما انت عارف امها عمرها ما كانت هتقبل. كنتش تستنى شوية بس؟ أنا آسفة. مش قصدي والله. يا حبيبتي مش هكد دبوس. يلا كمل. وصلوا؟ طب هايل، قدم لهم درينك وسلموا مفاتيح الاوض وانا خمس دقايق وهنزل استقبلهم فورا. شكرا.
انت اللي جايبك هنا؟ جيت اطمنك عليا عشان ما تبقاش قاعد متوغوش عليا بكره وانت قاعد في الكوشه، واقول لك اني رجعت وقفت على حيلي تاني زي الحصان، وبقيت اقوى من الاول الف مره وعيني في وسط راسي. يعني ما تحاولش تسميني تاني عشان مش هتقدر. سميك تاني يعني ايه؟ هو انا كنت سميتك قبل كده؟ شكلي ظلمتك، بس انا عايزاك بقى تاخد بالك مني الفتره الجايه كويس قوي، وتقول لاي حد تبعك اذا كان قريب او بعيد ما يحاولش يأذيني، عشان انا معايا اللي يدمرك. انا مش ضحى، انا ورد. قبل ما تسافري لما قلت لي انك هترجعي من الفرح كنت فاكرك بتهزري، ما كنتش عارف انك هتعملوا كده فعلا. غصب عنا فعلا كان ورانا حاجات كتير قوي نعملها. ده كمان كان عندنا مشاوير ما عملناهاش. على العموم كده اريح لكم، الاوتيل الاسبوعين اللي فاتوا اصلا كان مقلوب على بعضه، عمال وتجديدات، ده غير الزحمه الاوتيل ما فيهوش ولا اوضه فاضيه. اسمك ايه؟ هايل. هنيجي وراك على طول. اتفضلي يا عروسه. الجناحين لما اتفتحوا على بعض واتجددوا بقت حاجه هايله. متأكدة؟ تذاكر الطيران والحجوزات بتاعت الاوتيلات في اوروبا وصلت. محضر لك يا نازلي شهر عسل هنفضل فاكرينه طول عمرنا. مالك يا نازلي؟ حاسس انك مش مبسوطه. لا لا ابدا ابدا، انا بس متوتره شويه. انت عارفه انا كمان ما عرفتش انام امبارح، عشان دي اكتر حاجه انا مستنيها. فتح يا نازل. حاضر. فتح. الله يا مراد. عجبك بجد؟ حلوة قوي. تحفة. مفيش أجمل من كده. لا في. أنت أحلى حاجة في الدنيا دي كلها. تعالي. من النهاردة الباب ده مش هتقفل تاني أبدا. الله. حاسس ان انا بحلم. وانا كمان. اوعدك يا نازلي هنفضل نحلم احلى حلم طول عمرنا واحنا مع بعض. ربنا يخليك لي نازلي. انا بحبك قوي. وانا كمان. بجد؟ بجد. لو مش بجد ما كنتش قلت ان احنا نقدم عيد الفرح. لا بس انا اللي قلت ان احنا نقدم عيد الفرح مش انت. وانا وافقت. صح صح. طيب سيبني بقى شويه عشان محتاجه اجهز وعندي حاجات كتير قوي عايزه اعملها هنا. وانا كمان هجهز بسرعه بعد اذنك. احنا لو زوغنا ساعة ولا ساعتين الست سكينة تاخد بالها؟ هو انت عارفة تزوغ تروحي فين؟ حصلني بره ولا قبل؟ تعالي
النهارده مفيش وقت للراحه ولا السجاير ولا السرحان اللي انت مالي فيه ده. انا مش قادر على اللي بيحصل ده كله يا ريس. مش قادر؟ مش انت اللي اخترت ما تمشيش وتفضل جنبها؟ حتى لو اخترت حد غيرك؟ ما خلاص لازم تبقى قد اختيارك. لازم تقدر يا علي. النهارده اخدوا اجازه. الحمد لله على السلامة يا أحسن بيه. الله يسلمك. أمال؟ أمال؟ أيوة يا حسين. معلش بعمل حاجة وبعدين هفتح. صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور. ليه ما قلتليش إن أنت جاي؟ ده بدل ما تقولي الحمد لله على السلامة ولا وحشتني؟ الحمد لله على السلامة ما اقصدش، بس كان قصدي يعني نبعت حد يجيبك من المحطة. لا ما هو السواق جه خدني، مامتك بعتتهولي، دي جابتني على ملا وشي. أنا كنت فاكرها قايلالك. طب روح أنت انزل لها
وانا هدخل اخد دش واغير هدومي وننزل نفطر مع بعض. طب انا عايز اسلم عليكي. هخلص وانزل لك يا حسين. ماشي يا حبيبتي، انا نازل استناكي تحت. ماشي. عاوز اتكلم معاك كلمتين. عندك رئيسك المباشر، روح اتكلم معاه. لا انا مش جاي اتكلم في الشغل، انا جاي اتكلم في موضوع ورد. انا عارف ان حضرتك متضايقه مني، وانا لو مكانك هبقى متضايق. يعني ابني الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا، والفرحه اللي انت مستنيها من زمان، كل ده تم من ورا علمك ومن وراكي. اتخانقي معايا يا ماما، اشتميني، وقولي ان انا نادل متمرنش فيها التربية. بس كلميني، احنا بقالنا شهر لساني ما خطبش لسانك. ماما انا عارف اني غلطت، اتجوزت من وراكي، بس كمان كنت هبقى غلطان لو ما اتجوزتش وقت. بطنها كانت بدأت تظهر، وفي النهاية دي أم ابني، حفيدك. ما يرضكيش نصرتك تبقى على كل لسان. وما رضكيش تقع عليا ند ونقص. أنا بحب ورد يا ماما، وبحبك أنتي أوي، ومش عاوز أخسرك. ما اعرفش ايش من غيرك. أنا عارفة إنه صحة الباشا مش ولا بد، بس أنا كنت معتمدة عليك في فترة غياب مراد. أنا متأسف تاني يا اسمة هانم، أنت عارفة الظروف والحاجات كلها حصلت ورا بعضها في الفترة الأخيرة، يعني تعب أمال والحادثة المشؤومة في الأوتيل وإصرار والدتي إن أنا أسافر معاها، وطبعا تعب الباشا. مفهوم مفهوم. معادن الرجال بتبان بس في المواقف الصعبة، وانت الفترة اللي فاتت بصراحة كبرت جدا في نظري، جدا. انا بحمد ربنا انه بعتك لينا بعد موت ادهم الله يرحمه. حضرتك حطيتي ثقتك فيا، وانا كنت بحاول اكون قد ثقتك دي. انا قررت
إدارة الأوتيل تبقى مناصفة ما بينك وما بين مراد. تتخذ قراراتك زي ما أنت عايز من غير ما ترجع لحد. وعلشان أثبت لك إن أنا بثق فيك بالظبط زي ما أنا بثق في مراد، أنا خليت المحامي يعمل لك عقد إدارة جديد. يعني محتاجة إمضتك. يعني أنا أنا مش عارف أشكرك إزاي. أوعدك إن أنا أكون عند حسن ظنك. عند حسن ظني؟ أنا متأكدة إنك أنت هتكون عند حسن ظني. أنت عارف الأوتيل محتاج شغل كتير علشان يخرج من كبوته. يعني إن شاء الله خير. شاطرة يا فاطمة. الواجب كله صح. الركع على المدرس. ما انت بصراحه يا فؤاد بتفهمني كويس قوي، مخليني كده حبه العلم وعايزه ارفع راسك فوق. لا المهم ترفعي راس نفسك، لما تتمكني من القرايه والكتابه هتحسي انك احسن واحده في الدنيا. طول ما انت جنبي انا هبقى دايما رافعه راسي وهبقى اسعد واحده في الدنيا. كويس اليومين دول مفيش شغل كتير، هنعرف نذاكر ونحفظ وتعملي الواجب. انا بصراحه عايزه اعمل اكبر واجب معاك انت، منك يعني نضيع وقتك على علامي ومستحمل غباوتي. لا انت مش غبيه، انت طلعتي انبه مما كنت اتخيل كمان. ليه هو انت كنت فاكرني بهيمة ولا ايه؟ انا ما قلتش كده. يلا مش هنقعد نضيع اليوم كله في الرغي، اقري. فاطمة خلاص دي حفظتها. لا انا مش عايزك تحفظيها، انا عايزك تقريها. ها فاطمة. ها تعمل تعمل تشتغل تعمل بال 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 فندق. شاطر. ها اللي بعدها. ورد 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 اللي تشتغل معانا ولا ورد الغرام؟ ركزي كملي الجملة الأخيرة. ها ورد زوجة زوجت زوجت. ها آمين. شاطر. عقبال يا رب. ركزي بقولك. وعقبالك انت كمان. هوقفك على الشجرة وأذنبك. لا 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 خلاص والنبي كم. نازلي هانم. هانم فين؟ مكتوب هنا هانم قدامك؟ لا بس اصله ما يصحش يعني. مفيش حاجه اسمها ما يصحش، اقري اللي مكتوب. حاضر. ها؟ زوجة، خلاص دي زي ورد زوجة امين. زوجة مراد مراد بيه. فين بيه؟ قلت لك اقري اللي مكتوب، مكتوب بيه قدامك؟ يبقى خلاص ما تقوليش بيه. لا بيه ولا هاني. نازلي زوجة مراد. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بنت مالك شفت عفريت؟ لا بس انا من ساعه ما الاوضه دي حصل فيها حريق وانا بتشائم منها وانت داخل بالراحه كده وخضتني. سلامتك من الخض. قررت تخلصي؟ ما انا من ساعه ما بقيتش اطلع فوق ما بقاش عندي هنا شغل كتير. طيب بس يا امين. ايه بس الرئيس صديق ولا الست سكينه لو شافونا هتبقى حكايه، وبعدين الرئيس صديق لسه مديك لفت نظر من يومين. وده من مدير ربنا يعني اشوف مراتي بمواعيد. على فكره بقى انت لازم تشوف لك صرفه مع امك، مش معقوله يعني مش عارفه تلمنا في اوضه واحده مش من قله الاوض. قولي ان شاء الله. يا سيدي ان شاء الله وكل حاجه.
بس احنا ما بنتقابلش غير لو فاطمه فرحه او فؤاد نازل اجازه. وبعدين احنا ما صدقنا الناس هنا يصدقوا ان احنا قبل كده كنا متجوزين في السر. مش معقوله بعد كل ده وبعد ما اتجوزنا مش عارفين نتلم في اوضه واحده يا امين. وبعدين بقى برضه واحنا نحن نزيده. هو انا ما اعرفش اتفك معاك بكلمتين يا امين ولا عاجبك شحطتنا كده بين الاوض؟ لا ان شاء الله لما تخلفي الوضع هيتغير. هنقعد في اوضه واحده وبصير واحد كمان مش بصيرين. ده يا حبيبي ساعتها بقى هنقعد في بيت بحاله. بيت بحاله؟ مش بيقولوا ان العيل بيجي برزقه؟ انا بقى مقتنعه ان العيل اللي جاي ده هيجي برزق جامد قوي كمان. قول يا رب. هو حد يكره؟ انا هشبع شرايف دي ما استهونيش. ها خلاص. بس انا مش داخل دماغي الموضوع ده خالص. قال ايه ورد وامين كانوا متجوزين من زمان؟ حقه دي كانت بتعمل المركوب اللي في رجلها احسن منه. وهم ايه اللي يخليهم يقولوا كده؟ واضحه زي الشمس. هتلاقيهم عملوا عمليتهم اللي زي الزفت دي. البت حبلت ولما فضيحتهم بدات تبان قالوا قال ايه كانوا متجوزين من زمان. والله انا كنت بفكر في كده بالظبط. طب اتقل لو راح ربنا. احنا برضو ولايه وكلام بيقعد لاصحابه. احنا اللي لينا دلوقتي ان ورد مرات امين وحامل منه. اتجوزوا بقى من زمان اتجوزوا دلوقتي مالناش دعوه. بعدين ربنا حليم ستار. اسكتوا بقى عشان لو الست سكينه ولا ورد دخل على الموسم والكلام اللي احنا بنقوله ده كلنا هنطرد مش هنلاقي حته تلمنا. كلموني من روما. مبسوطين جدا. يا رب يفضلوا مبسوطين على طول. بس ايه الحكايه؟ هما مش ناويين يرجعوا خلاص؟ كل ما يجي ميعاد رجوعهم نازله تمد اسبوع كمان. بس دي مصاريف كتير قوي وبعدين انتوا ما بيدخلكوش من هنا دلوقتي حاجه. يا هانم ثروه بركات باشا وعيله حفظي يخليهم يقضوا السنه عسل مش شهر بس. وانتوا مالكم ومال ثروه بركات باشا؟ يا هانم احنا مش عيلتين، احنا عيله واحده. وبعدين ما تنسيش ان كمان كام شهر الباشا الصغير هيشرف وهيربط الاسمين للابد. صديق امرك يا هانم. هات لي الحلوه على المكتب. مش ميكسكوز عندنا شغل وراي. عن اذنك اتفضل. شغلي فؤاد. فؤاد اسمع يا امين، انا فاضل لي ساعه شغل واحده هخلصها وهاجي على الاوضه عشان انام عشان انا تعبان. لا هنزل اروح مشاوير ولا هروح اشتري حاجات ولا هتلطع تحت في المطبخ لغايه لما سعادتك تخلص. طب انا كمان قدامي 3 ساعات هنزل انضف فيهم النجف اللي في القاعه لغايه الضرم يتقطع. طيب ربنا معاك. ايه يا عم مالك قلب صحتك علينا ليه؟ مش عاوزين اوضتك في حاجه. بس هو مش انت عندك حصه مع ست فاطمه بعد كده ولا ايه؟ انا مش فايق لك وانت باين عليك رايق. لا يا عم مش فايق ولا حاجه يا عم، بطبنا مع صاحبي واخويا فاطمه برضه من زي اختي. انزل يا امين شوف شغلك عشان امك لو عرفت ان انت واقف هنا لحد دلوقتي وما بداتش في تنظيف النجف هتعلقك منحه واجبك. طيب خلاص. بقول لك ايه؟ لما تخلص ما تنامش. تعال ننزل نسهر عند دميان نشرب قسطين بيره ولا حاجه. لحد تخلص شهر العسل يا اخويا؟ بقول لك هنزل انضف النجف لغايه الضهر ما يتقطم مش هيبقى فيه حل العسل. بقول لك هستناك. ساعات من كتر قسوتي عليه قلبي بيوجعني. بس اعمل ايه؟ من غيظي وقهرتي منه. صدق انت تصدق يا ادهم ان امين الطيب الحنين ده قلبه طوع ويحرمني من الفرحه الوحيده اللي كان ممكن احسها من يوم انت ما سبتني لما اشوفه قاعد في الكوشه جنب عروسته. قدر عشان كده هتجنن. عشان كده ساعات ببقى عايزه اكله. اعمل ايه بس؟ وبيني وبينك برضه ساعات اقول هو ايه ده؟ انت عبيطه يا بت؟ ده بدل ما تفرحي بابنك، بدل ما تفرحي انك ربيتي راجل كده ما رضيش يتخلى عن البنت في المصيبه اللي هي فيها ووقف وتمسك بيها وصمم وواجه واعترف باللي في بطنها عشان لما يجي اللي في بطنها ده يقدر يعيش رافع راسه
مش مكسور ومذلول وعوم. سبحان الله، لازم يكون عارف انت عملت ايه، مرضيش يكرره. الله يسامحك يا ادهم، اشتمي طول عمري مكسوره، مش قادره ارفع راسي حتى بيني وبين نفسي، ها اني ما غلطتش. هتجنن